بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قناع طبيعي للعيد لتفتيح البشرة سيغنيك عن وضع كريم الأساس، يبيض بشرتك وهو تحفة لتبييض البشرة درجات بكل عند كل استعمال، يعمل على تفتيح البشرة ويساعدك على إزالة اسمرار الشمس وإزالة الاسمرار من البشرة بعد المصيف واستقبال العيد بحول الله تعالى ببشرة جميلة بدون مكياج أو كريم أساس. وكل عام وأنتم بخير. في هذه الوصفة نحتاج إلى مكونين فقط، هما هنا بودرة البطاطا تباع عند محلات المواد الغذائية. بودرة البطاطا تأتي بهذا الشكل على شكل بودرة مثل الشوفان، وهي موجودة عند محلات المواد الغذائية، تستخدم للبطاطا المهروسة. إذا كانت هذه البودرة غير متوفرة في بعض الدول، يمكن استبدالها بالبطاطا المهروسة بغلي حبة بطاطا حتى تستوي، وبعدها نقوم بهرسها بالشوكة ونستخدمها في هذه الوصفة. ولكن إذا توفر هذا النوع من بودرة البطاطا عندكم، رائعة جدا، استخدموها في وصفات التبييض وتفتيح البشرة. ونحتاج لحبة بطاطا مبشورة ناعم بهذا الشكل، نحتاج لعصير حبة بطاطا مبشورة وتكون طازجة ونيئة وليست مستوية، يعني نبشر حبة بطاطا. صاحبات البشرة الدهنية، يضيفوا لعصير البطاطا ملعقة من عصير الليمون. طريقة استخدام هذه الوصفة، أولا نقوم بتصفية عصير البطاطا. نصفي عصير البطاطا ونتحصل على عصير البطاطا بهذا الشكل. نأخذ ملعقة طعام من بودرة البطاطا، ملعقة طعام واحدة، ونضيف عليها تدريجيا عصير البطاطا تدريجيا، ونخلط جيدا مع إضافة عصير البطاطا حتى الحصول على ماسك يسهل تطبيقه على البشرة. من بشرتها تتحسس من عصير البطاطا، يمكن استبداله بالحليب السائل، رائع جدا. من تعاني من اسمرار شديد في بشرتها، تضيف ملعقة طعام من حليب البودرة ونتحصل على هذا الماسك الرائع جدا لتبييض البشرة والاستغناء عن وضع كريم الأساس والمكياج وتفتيح البشرة. على بشرة نظيفة نقوم بوضع هذا الماسك من الرقبة حتى بشرة الوجه، يترك حتى يجف وبعدها يشطف بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات. الترطيب يكون حسب نوع البشرة، إذا كانت جافة جدا يجب ترطيب البشرة بالمرطب الخاص بك أو بواسطة الزيت المناسب للبشرة. هذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات، وكذلك الرجال يمكنهم استخدام هذه الوصفة، وحتى الأطفال الصغار يمكن استخدام هذه الوصفة لإزالة اسمرار الشمس من بشرتهم وإزالة الاسمرار بعد المصيف واستقبال العيد ببشرة جميلة وفاتحة بهذه الوصفة الطبيعية بمكونين فقط. استمري على هذه الوصفة حسب رغبتك وقبل كل مناسبة. قلت البديل لبودرة البطاطا هي حبة بطاطا مسلوقة والنتيجة واحدة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة.
أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.